السلام عليكم. كنشكروا صحافة شوف تيفي على الحضور ديالها وعلى التظاهرة اللي كتقوم بها. ومعكم نعرف بعد اسم ديالي عبد الصمد عزيزي لاعب جمعية المرتين. كما كتشوف كنستعدوا للمرحلة التسعيدية بكل اجتهاد، وكنضربوا تمارة بزاف باش هي اللي غتوقف معنا ان شاء الله تما. المرحلة الأولى في البطولة كانت غير مشرفة لينا بعدا، وقدرنا نعوضوها في مراحل أخرى. هنايا في مارتين خمسة المقابلات حصلنا على أربعة، دينا فيهم 12 نقاط، ودابا عندنا واحد الحظوظ كبيرة باش نوصلوا للبلاي أوف. عندنا في السعيدية عندنا خمسة المقابلات، غنحاولوا إن شاء الله نجيبوهم بخمسة، وغنعملوا الجهد ديالنا إن شاء الله. وكيف ما تاقوا فينا الجماهير د مارتين هنا، قدرنا نفرحوهم ان شاء الله، نفرحوهم عن بعد، حتى هما ديما معنا كيشجعونا عبر مواقع التواصل. وكما قلت لهم في المقابلات السابقه، قلت لهم هي تيقوا فينا وحنا ان شاء الله معاهم، ما نخيبوش الظن ديالهم ان شاء الله يكون على الخير. السلام عليكم، معك اللاعب بلال الإطو. الحمد لله كنشكروا الجماهير اللي جات تساندنا هاد السيمانه بالقوه، والفضل ديالهم تمكننا باش نجمعوا واحد 12 نقاط، والحمد لله ان شاء الله الفرقه كما كتشوفوا كتساعد بقوه وبكل الاستحقاقات ديالها ان شاء الله، باش نمشيو للسعيديه باش نجيبوا ديك 15 نقاط، وان شاء الله نكونوا مع ديك السته الاوائل ان شاء الله. بالنسبه لنا حنا ما كنعرفوش، حنا خاصنا نجيبوا 15 نقطه، حنا ماشي نجيبوا 15، اهم حاجه هو 15 نغلبوا فيهم كلشي، ماشي نمشي نجيبوا ديك نقولوا لاعبين على ثلاثه، ولا خاصنا نربحوا جوج واخا نخسروا، خاصنا نغلبوهم بخمسه، بهم خمسه الماتشات خاصنا نغلبوهم، هذا هو الهدف ديالنا حنا. الفرق كاملين الصراحه كاملين مزيانين، ما نقدرش نذكر لك ولا نقص من الفرق، ولكن كنشوف جميع الفرق في المستوى عالي، نتمنوا التوفيق للجميع ان شاء الله. حنا كنشوفوا الفرقه ديالنا ان شاء الله حنا باش نتقاتلوا ونفرحوا المدينه ديالنا والخير ان شاء الله. الديربي خاصك ضروري تفوز به، ضروري خاصك تفوز به باش كيفتح لنا، واصلا ديك الماتش هذا هو اللي فتح لنا الطريق باش نزيدوا القدام وتحمسنا فيه، وجات واحد الخساره الاوليه هي ما استسلمناش وزيدنا القدام، ونتمنوا الخير ان شاء الله. كنوعدوا الجماهير المرتيليه ان شاء الله باش نمشيو مع ديك السته الاوائل ان شاء الله ضروري. الجماهير المرتي كنقول لهم كنشكرهم الصراحه، نقول قلبي الصراحه الجماهير، وكنتمناهم يدعوا معنا ويساندونا ان شاء الله.